انتو عم تسمعوا امواج اف ام 98.2 93.3 ميجا هرتز. يعطيك العافية مدام فاتن، اليوم انطلاقتكم بإذاعة أمواج، انطلاقة دورة برامجية جديدة لكم للإذاعة ومجموعة من البرامج المتنوعة. شو حابة تحكي لي عن برنامجك بهي الدورة وعن أهمية هي الدورة واختلافها عن باقي الدورات البرامجية السابقة؟ دائما عودتنا أمواج اف ام على كل جديد بدورة برامجية جديدة بتنطلق، بتكون انطلاقتها مميزة مع الزملاء. العديد من البرامج الجديدة، منها في العمق، منها كمان برنامج يا رايحة ضيعتنا اللي رح يزور القرى والبلدات على امتداد مساحة محافظة اللاذقية. رح نزورهم ونتعرف على البلدة أو القرية سياحيا تاريخيا ثقافيا، ورح نكون مع أهلها بأحلى مشوار وإطلالة ببرنامج يا رايحة ضيعتنا. أكيد مثل أي دورة هي طموحها أنه تطور الإذاعة وتزيد عدد المستمعين، فكل دورة منحاول نحن نعمل مثل سبر لنشوف شو اللي أكتر شيء جذب العالم، شو أكتر شيء سمعته العالم، وعلى الأساس منحاول نبني البرامج الجديدة الجاية. فإن شاء الله إن شاء الله تكون البرامج اللي هلأ عم نشتغل عليها أنه تكون إسا تحتوي عالم أكتر وتكون جذابة للعالم أكتر. هلا اللي تغير بالنمط البرامج بهي الدوره انه صارت نوعا ما اقل مده واكثر تنوعا، يعني بتعرف التخيل والكلام ما قل ودل، وخلي المستمع اكثر شيء يسمع المعلومه بسرعه. فالبرامج اللي راح تكون انه مثل سلسله بشكل انه اللي يسمع معلومه الواحد ويكمل سمع اغاني بدون ما يحس والله في رتابه بالحكي او كتر بالحكي. الاختلاف ان شاء الله دورة برامجية انطلاقة جديدة، برامج كتير جديدة، في تطوير بالبرامج. طبعا متشكر اسمه رؤسائنا بالإذاعة، رئيس ورئيس المركز طبعا على رأسين، والأستاذ علي خليل دائما بتوجيهاتهم، ونحاول نطور بالإذاعة قدر الإمكان. بالنسبة لي أنا عم أقدم برنامج جديد هو مختلف عن الإعداد العادي، عم بعمل برنامج من تأليفي وإعدادي كلوحات، بدنا نعتبرها مثل لوحات دراما إذاعية، ممكن يكون في فقرات مسرح إذاعي بدي أقدمها طبعا بصوتي، بموجودة معنا زميلتنا كينانا شاهين، وأكيد من إخراج ريتا رستم، برنامج اسمه على البكلة. حبينا شوي نعطي صورة مختلفة شوي عن البرامج الإذاعية، نكون أقرب للناس من خلال اللغة البسيطة اللي ممكن نقدمها خلال الحلقات. أمواج اف ام بكل جديد راح تكون معكم، انطرونا.